chief. Get down! Get down! Get down! Then close the fire! حسمنا أمرنا وسنأتيك بجنود لا قبل لك بها. ارمي ببصرك إلى ألمانيا لترى بعضا من بعض قوتنا. سنمنحك برهة من الوقت لإنقاذ نفسك. شاور الأمر مع من معك قبل أن يقع الفأس بالرأس. هذه آخر رسائل الناتو للدب الروسي. أكثر ما سيغضب الروس أن مصدر هذا الخبر هي وزارة الدفاع الألمانية، فكيف لا يغضبون وآثار الحرب العالمية ما تزال باقية. وها هي الأراضي الألمانية تحتضن عتاد وجنود 22 دولة من دول الناتو لإجراء أكبر مناورة قتالية في التاريخ. 10,000 ضابط وجندي ومئتا طائرة عسكرية، ركيزة مناورة اير ديفندر 2023 يدشنها الحلفاء في يونيو، وستستمر 11 يوما. تكون فيها الأجواء مغلقة أمام الطائرات المدنية ولا يعلو شيئا حينها فوق أزيز المقاتلات ودوي السلاح. الجيش الألماني قال إن الغرض من المناورات هو تحسين وتوسيع التعاون بين قوات دول الناتو. فهل هذه المناورة تمهيد لتحديد ساعة الصفر للهجوم على روسيا؟ لا 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 أيها الألماني، طبعا لا. الروس ليسوا سذجا، والحليم تكفيه الإشارة. حماسة ألمانيا كبيرة جدا لإلحاق الهزيمة بروسيا في الساحة الأوكرانية. هذا ما شهدت عليه صحيفة داي ويلت الألمانية، بأن برلين سترسل 160 دبابة للقوات الأوكرانية، منها كتيبتان من دبابات ليوبارد وأربع كتائب من دبابات ليوبارد 2. إمدادات الغرب لا تنقطع وتشق طريقها لإرضاء زيلينسكي. ها هو رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي يعلن عن تزويد أوكرانيا بمئة ناقلة جند مصفحة من طراز روسوماكا البولندية، وفاتورة الناقلات على حساب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. فهل هناك جدوى من كل هذا الدعم؟ العبرة بالخواتيم. صدقت يا شوالي، فخواتيم الحرب الروسية الأوكرانية محسومة. نعم يا سادة، فبرغم شيك الدعم المفتوح للأوكران يظل من المستحيل أن يقهروا الجيش الروسي. حسنا، هذا ليس قولي ولا تأليفي، بل قالها الراعي الرسمي والداعم الأكبر لأوكرانيا مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية. وبكل وضوح، استبعد أن تنجح القوات الأوكرانية في استعادة جميع أراضيها العام الجاري من قبضة القوات الروسية. أولم يجدي كل ذلك الدعم نفعا؟ يبدو أن فانوس العمسام السحري تعطل عن العمل. لتخرج شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ وتخاطب زيلينسكي: لا تخاطر بما بقي من مستقبل بلادك وتبحث عن أسلحة نووية، تعلم الدرس، فالمظلة النووية الأمريكية لن تحميك. لا عاصمة لأوكرانيا إلا الجلوس على طاولة المفاوضات والعمل بنصيحة نجل المستشار الألماني السابق ويلي براندت، المؤرخ الذي دعا برلين وباريس لإشراك عدد من بلدان العالم بما فيها الصين والهند في الوساطة للتوصل إلى اتفاق في الملف الأوكراني قبل أن يتعقد الوضع أكثر. هنا يفجر ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر قنبلة مدوية عن خطة البنتاغون لمرحلة ما بعد انتصار موسكو على كييف. فقد أكد ريتر أن البنتاغون يضع خطة لزيادة الإنفاق العسكري ومضاعفة الميزانية الدفاعية كنتيجة حتمية لفشل القوات الأوكرانية في إعاقة الجيش الروسي من التقدم. المواجهات على الأرض مستعرة في الأراضي الأوكرانية، قصف هنا وقصف هناك على امتداد محاور القتال. الجيش الروسي أفاد عن إسقاطه مقاتلة من طراز ميك 29 ومروحية من طراز مي 8 وتدمير 5 مسيرات أوكرانية، فضلا عن وقوع 350 مقاتلا قتلى وجرحى. في المقابل صرحت الأركان العامة الأوكرانية بأن قواتها الجوية شنت 8 غارات على مناطق تركيز القوات الروسية بين
بينما أصابت الوحدات الصاروخية والمدفعية 3 من المقاتلين الروس واستهدفت مخازن أسلحة تابعة لموسكو. استعار جذوة الحرب يقلق الأوروبيين ويزيد خوفهم من تمددها، ما أوجد أصوات عديدة تطالب بإطفاء الحرب قبل فوات الأوان. فهل ستجد تلك الأصوات آذانا تسمعها؟ التنين الصيني كابوس جديد يؤرق الإدارة الأمريكية، ما يجعلها تستبق باتخاذ إجراءات تظن أنها ستكبح جماح بكين وتحد من نفوذها الاقتصادي. صحيفة نيكاي اليابانية أكدت توجه الولايات المتحدة بدفع دول مجموعة السبعة لاتخاذ إجراءات مشتركة ضد الصين إذا مارست بكين ضغوطا اقتصادية على أعضاء المجموعة. ليس هذا وحسب، بل كشفت الصحيفة عن فتيل قد يجر واشنطن وبكين إلى صراع مباشر، وليست أوكرانيا من ذلك ببعيد. وأكدت أن الحكومة الأمريكية والكونغرس يناقشان مشاريع قوانين لزيادة الرسوم على البضائع الصينية من أجل منع الصين من هذه الأعمال. إذن حالة الحرب خيار متوقع، وهو ما لم يخفه رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي، بأنه لا يستبعد إمكانية وقوع نزاع عسكري بين الولايات المتحدة والصين بسبب حادث ما. والمقصود هنا قد يكون التنافس الاقتصادي. أما الشيء الآخر والذي فعلا يقلق الأمريكيين هو التقارب الصيني الروسي وتحوله إلى تحالف عسكري. فالصين ولأكثر من مرة وجهت رسائل سياسية إلى الولايات المتحدة بأن روسيا ستظل حليفها الاستراتيجي مهما كلف ذلك من ثمن. ما هو رأيكم متابعينا؟ هل ستتمكن أمريكا من كبح جماح التنين الصيني، أم إن الأوان قد فات على واشنطن؟ نسعد بقراءة آرائكم في التعليقات، ويسعدنا اشتراككم معنا.